حرامي خد الحلال اهو. ومن يومها والناس بتسأل في المواويل يا بهية وخبريني عن اللي قتل ياسين. مين يا سمير؟ اللي عمل لتامر وحمائي كارت إرهاب وخلى عم دياب في حالة اكتئاب، أي ست تسمعه يغمى عليها تنهار، أي راجل يفكر 100 مرة في الانتحار، هو نجم الأغنية بجد مش هزار. سمير عليوة. سمير سمير جبار. سمير ايه بندع عليك من الصبح ما بتردش ليه؟ في ايه يا ماما؟ ما تطلب لنا انت بيتزا. اللي هيتخاذل دلوقتي او هيتراجع. انت من يتخاذل بص له قبل كده ماليش دعوه بيه. لا الاخبار كلها تفاؤل وبهجه. اللي هيتخاذل او هيتراجع دلوقتي ده ملوش اي مكان. يا طمن يا فندم. رقبتي يا فندم، احنا علينا المجد ده. اتفضل سعادتك في حفظ الله. مع الف سلامة. مع السلامة. احنا في مرحلة صعبة يا سمير. مفيش وقت للتردد. قطر الوطن ما بيستناش. بص بقى اللي جاي هيبقى بطلعها ايه؟ لو مين ندى هنقول له بلاش. قطر الوطن ما بيستناش؟ حلو، عايزه بقى مليانه بهجه وحماس، ها؟ وكمان جت كتير. ايه ده تاتو؟ بهية؟ ايوه. ودي مين بهية ان شاء الله؟ بهية داري العيون يا بهية للناس يحسدوك. هات التليفون يا معلم. وريني التليفون برضه. بقول لك هات التليفون. بقول لك هات الموبايل. ايوه بقول لك هات التليفون. عليه حاجه مخبيه عليا ولا ايه؟ صور مثلا؟ وثيقه حقوق انسان ضمنت للمصري ان يعيش بحريه وعداله وكرامه. قانون بيبعده عن الفوضى. ونسينا يوم اتقال فيه على مصر. كل شيء يخشى الزمن لكن الزمن يخشى الاهرامات. اكشن. بص الاول قبل ما تقول له حاجه فرق عشان ده اول مره في وشك في المشي. لا نعمل حاجه. طب استنى بقى عشان كتير معلش حاجه تكنيك الاول عايز. سبحان الله يا اخي الموضوع جامد جدا. مشاكلنا ازاي؟ ما عندناش واي فاي ناكل اورجانيك. طب طبعا في الاول نمشي بعربيه بالكهرباء. هينا نسمع الموسيقى الروحانيه. للاسف لازم نمشي عندنا ميعاد. نلبس فساتين عليها صور وشجر برافو وبحر. نرجع للعالم. ممكن اعرف مين حضرتك بالظبط؟ اخوك الكبير رشدي اباظه.